فقد أصبح الوضع في غاية الخطورة. استشير تقارير منظمة الهجرة العالمية إلى أن أعداد النازحين الذين فروا من محافظة الأنبار تجاوزت 478 ألف شخص، من محافظة الموصل 500 ألف شخص، وصل منهم بالفعل حوالي 400 ألف شخص إلى عدد من المدن في إقليم كردستان العراق، منها أربيل ودهوك، الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على المنطقة التي تستضيف بالفعل 220 ألف لاجئ سوري، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين العراقيين جراء الأحداث العنف في السنوات السابقة. وتتجاوز الحالة الحرجة التي يشهدها العراق الأمكانات المتوفرة هناك، فهناك حاجة ماسة لتوفير ملاجئ اللواء العاجل ومياه للشرب النظيفة على وجه الخصوص. واستجابة لهذا الأوضاع المأساوية، فقد أطلق الهلال الأحمر القطري يوم 19 يونيو الماضي نداء إنساني مبكر من أجل دعم المتضررين من الأحداث، وهو يهدف إلى جمع مليوني دولار أمريكي لتنفيذ برنامج تدخل سريع، يقدم لكم تفصيلها بعد ذلك الأخ سعد الكعبي مدير إدارة الموارد المالية. وبناء على مدى احتياج المدنيين المتصاعد، يوجه الهلال الأحمر القطري الدعوة إلى جميع القادرين من الأفراد والمؤسسات في دولتنا الحبيبة قطر للتبرع لهذه الحملة الإنسانية التي تهدف إلى رفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء في العراق الشقيق. ونحن نعلم من حملاتنا السابقة كيف أن المواطن القطري لا يتأخر عن نصرة إخوانه المستضعفين في كل مكان، وأنه دائما سباق في فعل الخير وإغاثة المنكوبين، ويقدم نموذج يحتذى به في الجود والعطاء والتضامن الإنساني، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم التي تتضاعف فيه الأجر إن شاء الله والثواب، وتفيض فيه نفحات البركة والرحمة. واختم بالشكر مرة أخرى للسادة الإعلاميين وجميع الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل أخي يوسف.